لا يزال الجدل مستمرا في جريمة قصف مدينة عمال محطة الكهرباء في المخا، خصوصا بعد نفي التحالف العربي استهدافه المدينة بغارات جوية، وكانت المخا قد تعرضت للقصف ما أودى بحياة العشرات وجرح آخرين. هذه مدينة عمال المحطة البخارية في المخا، وهذا المكان الذي جاءت عليه القذائف أحالته إلى ركام ورماد. لا يزال الجدل حولها محتدم، خصوصا وأن تحالف الدول العشر نفى استهدافها، وأصرت جماعة الحوثي المتمردة على تسويق الجريمة في مزادها الموسمي. بين هذا وذاك لا نعرف حتى اللحظة سوى حقيقة واحدة، أن الضحايا تنتظر الإجابة عن الفاعل الرئيسي. لم يكن الكثير يعرف المدينة، لكنها اليوم باتت أشهر من أول مدينة صدرت القهوة العربية إلى العالم، أشهر من المخا ذاتها. لا أخسى من أن تقودك الحروب إلى معرفة المدن، تأخذ نباهتك إلى منطقة بعد أن تحيلها إلى أطلال على ما باتت عليه هذه المشاهد. وتضيف أن تصعقك هذه السيدة المكلومة لكأنها تنهر الزمن من أن يرأف بها في لحظة باغتتها الفجيعة في القلب. تضرب عشوائي الله تضرب. أفاق السكان من النوم، لكنهم لم يفوقوا من الصدمة ولم يدركوا ما الذي حدث بالضبط ومن أين سددت إليهم هذه الضربة القاصمة. أكثر تعبيرا لهول ما حدث هذا الرجل على هذه الهيئة. لم تكتفي الحادثة على أن تبقى مجرد الخبر الأول على شاشة التلفزة، لا، بل عشرات الجثث المتفحمة ومثلها ما تزال تحت الأنقاض لا يعرف عنها شيء. الآن اشتي من الخيرين ومن الدولة أن تجد إنقاذ الضحايا. الضحايا اللي في ناس تحت الأنقاض لم نستطيع الوصول لهم. جاءت هذه الجريمة البشعة على كل شيء، أجبرت بعض المقيمين على الرحيل قسرا إلى عالم الآخرة، والبعض الآخر يوظبون أمتعتهم لترك المدينة التي تشبثوا بها حتى الموت.